مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. الحقيقة على مدار الفترة الأخيرة والشهر الأخير اتكلمنا كتير عن مشروع المليون ونصف المليون فدان، خاصة في ظل التغييرات الأخيرة لشركة الريف المصري وتولي اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئاسة الشركة. الحقيقة النهاردة معانا حلقة مهمة جدا بالنسبة للمنتفعين، و هنتكلم عن منطقة مهمة جدا من مناطق مشروع المليون ونصف مليون فدان يطلق عليها عاصمة مصر الزراعية الجديدة. ليه عاصمة مصر الزراعية الجديدة؟ لأنها فيها العديد من الإمكانيات اللي تؤهلها لهذا اللقب. هذه المنطقة هي منطقة غرب المنيا، منطقة غرب المنيا اللي في جنوب مصر، تعد من أكبر مناطق مشروع المليون ونصف مليون فدان بعد منطقة المغرة. الحقيقة قبل سنة من النهاردة أو أكثر كانت وزارة الزراعة افتتحت مزرعة إرشادية على مساحة 20,000 فدان، شجعت الكثير من شباب المستثمرين أو من شباب المنتفعين أو من الشباب المصريين عموما أنهم يروحوا الصحراء ويشتغلوا فيها ويستثمروا فلوسهم هناك. لكن بعد هذه المدة الطويلة وعمل هؤلاء الشباب في المشروع هناك وسهرهم في الصحراء بدون أي خدمات سواء كهرباء أو شبكات محمول وتحملهم لكافة هذه المتاعب، وجدوا بعض التحديات أو المطالب اللي حابين نوجهها لرئيس شركة ريف المصري الجديد ووزارة الزراعة والجهات المسؤولة. وأكيد بالإضافة لهذه التحديات وهذه المطالب عندنا نجاحات كتير وشغل كتير في غرب المنيا اللي الحقيقة إن شاء الله هتكون عاصمة مصر الزراعية الجديدة بالمساحات الكبيرة اللي فيها وتوافر بعض الإمكانيات اللي مش موجودة في أي أماكن تانية في مصر، سواء في درجة الملوحة، سواء في التربة، سواء في يعني التسوية الخاصة بالأراضي وإمكانية زراعة بعض المحاصيل اللي لا تجود في أماكن أخرى زي منطقة المغرة. احنا النهارده معانا الاستاذ عبير الخطيب. استاذ عبير الخطيب من اوائل الناس اللي اشتغلوا في مشروع المنوس من فدان سواء في المغرى او غرب المنيا، ومعروفه بانها المراه الحديديه في المشروع. اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ شعبان. كمان معانا المهندس عصام، احد المنتفعين في مشروع غرب المنيا. باشمهندس عصام اهلا بيك يا فندم. ربنا يخليك يا رب. احنا نبدا باليمين والسيدات اولا طبعا في كل مرة. قبل ما ندخل في مطالبنا وفي التحديات، عاوز اعرف من حضرتك وضع مشروع المليون ونصف مليون فدان ازاي؟ هل في شباب بدأت بالفعل تستثمر هناك وفي شغل بالفعل، خاصة ان احنا يعني زرنا المشروع وشفنا ناس بتشتغل وناس بتستثمر فلوسها هناك، وبعد ما هؤلاء الشباب او هؤلاء المستثمرين راحوا واستثمروا رأيهم ايه في الاستثمار الزراعي في غرب المنيا؟ طبعا عدد كبير جدا من الشباب نزل واستلم ارضه وابتدى شغل بالفعل، سواء في غرب المنيا او في المغرى او في توشكا او في الفرافره، في كل مناطق المشروع زي ما الناس استجابت ولبت الندى ونزلت شارت الكراسات ودفعت المقدم وتعاقدت واسسوا شركات ووافقوا نفذوا كل شروط المشروع وكل شروط شركه تنميه الريف المصري الجديد، بالتالي لما استلموا نزلوا رغم كل الصعوبات. طبعا كل اللي نازل عارف انه الحياة في الجبل مش وردي، ولكن يعني في استعداد على الاقل نفسيا ومعنويا للي هيواجه هناك، يعني الكل مؤهل نفسيا ومعنويا وماديا للي هيواجه هناك. بس ما تجيش شركة الريف المصري تحط عليه ضغوط، يكفي عليه ضغوط الجبل وظروفه. احنا عارفين اي حد حتى ملوش علاقة بالزراعة يعرف انه الف ب زراعة في الجبل مصدات، والمصدات بتاخد 5 سنين. يعني عشان احنا عاوزين ندخل، يعني انا عاوز الاول افهم الوضع وبعد كده نتكلم نقطة نقطة، سواء في المصدات سواء في فترة السماح سواء في المشاكل اللي انتم بتواجهوا. انا عاوز اعرف ارض الواقع دلوقتي فيها ايه، يعني بالنسبة لشغل الشباب، بالنسبة لاستثماراتهم، بالنسبة هل في بالفعل في محاصيل اتزرعت هناك ولا لا، هل ناس زرعت هناك وانتجت ولا لا؟ في محصول وفي زراعه وفي انتاج تم بالفعل، لكن هنرجع برضو هنقول في ظل الظروف والجو مفيش مكاسب. احنا حضرتك في الارشاد احنا نزلنا، احنا نزلنا وفي غيرنا كتير نزل وزرع والزرعه طلعت وخسر،
بسبب ايه؟ مفيش ارشاد. فين الارشاد بتاع وزاره الزراعه؟ فين القدوه اللي راحها قبلينا هناك وزاره الزراعه؟ دلوقتي في مزرعه لوزاره الزراعه هناك على مساحه 20,000 فدان وفي باحثين من كل المعاهد البحثيه هناك. هل بيجيلهم من بره؟ هل دول يعني دول موقفهم من شباب المشروع؟ فين؟ احنا ما بنشوفهمش يا فندم. فين؟ عايزين نشوفهم في الموقف. يعني انت لو رحت المزرعه مثلا بتاعت وزاره الزراعه وطلبت دكتور او باحث او استشاره فنيه منهم، هل هل المسؤول او المهندس او الدكتور اللي في المزرعه ايه موقفه من الطلب بتاعك؟ فندم انا بساله، هو اساسا مش فاضي، مش فاضي لي انا. عاوز فين الارشاد اللي لينا احنا؟ ارشاد فين؟ فين الارشاد اللي تبع الدوله لينا احنا للشباب؟ فين؟ فين حضرتك الارشاد؟ احنا رحنا زرع من سنتين، زرعنا تمام وتكون الحمد لله تمام، الزرع طلع كويس، جم شويه رياح شالوا الزرع كلها بتاعتنا وشالت الصوب. طيب فين الارشاد؟ طب يعني انتوا الطبيعي في الاستثمار، في الاستثمار الزراعي عموما في غرب المنيا او في اي مناطق صحراويه، اول خطوه انتوا بتعملوها المفروض ان تعملوا مصدات رياح، فهل انتوا بداتوا بالفعل في عمل اشجار حوالين الزرع بتاعكم مصدات؟ وده هيحتاج يعني ده بيحتاج اقل حاجه 3 4 5 سنين علشان يطلع. 3 4 سنين ماشي. حضرتك انت بتقول خمس طيب سنين ماشي. طب انتوا هل زرعنا مصدات؟ زرعنا مصدات بس انتوا برضو في الاول فنيا المفروض تزرعوا محاصيل تتحمل الظروف المناخيه دي في البدايه. اشجار يعني حتى الشجره بتجيبها شتله محتاجه اللي يحميها، محتاجه حمايه، فاحنا بادئين خطوه خطوه. وانا مش هنكر الحمد لله رب العالمين شباب المشروع على وعي وجميعا بادئين صح. بيزرعوا مصدات وبيزرعوا وبيأسسوا المزرعه الاول وماشيين خطوه خطوه، ماشيين خطواتهم صح. بس خطواتنا الصح دي، خطواتنا الصح دي محتاجه خمس سنين علشان تبقى مجديه. محتاجه وقف حضرتك من الريف المصري لينا علشان يكون عندي مصد قوي يحمي. خمس سنين. احنا معانا مداخله بس من استاذ خميس من البحر. استاذ خميس الو. ايوه يا فندم اتفضل. مساء الخير يا استاذ شعبان. مساء النور. ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا رب. اتفضل يا فندم. انا واخد ارض في الموره. تمام الارض ديت احنا عايزين 20 سنه مش خمس سنين، عايزين 20 سنه. ليه بس عشان كده؟ عشان نعمل مصدات. والاول الميه مالحه درجه ملوحه، يعني من الاخر كده عايزه سمك. ليه ده؟ زملاء كانوا هنا وكانوا بيتكلموا على المغرى وكانوا عاوزين طالبين خمس سنين بس. الارض عايزه 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 فلوس رهيبه، يعني عايزه ملايين. فاحنا بنناشد السيد الرئيس ان هو يساعد معانا، يساهم معانا، نناشد الريف المصري ان هو يخف علينا شويه اللي في يطول لنا ماده الاقساط. تمام. ووزاره الزراعه، فين وزاره الزراعه من الارشاد؟ وفين؟ ما فيش حد بينزل معانا يا استاذ شعبان الارض، ما فيش حد هناك خالص. تمام. انا بشكر حضرتك جدا استاذ خميس، شكرا جزيلا ليك. يعني المغرى كان الاسبوع اللي فات عندنا كانوا بيحسدوا بتوع غرب المنيا. احنا ما نكرناش يا باشا، بس احنا ما نكرناش. بص ده كله مفيش انكار، بس على الاقل احنا ما نكرناش. احنا افضل حاله من المغرى، انا ما بكذبش عليك. احنا افضل حاله بكتير. احنا عندنا اسفلت وعندنا طرق وعندنا مدقات صالحه، عندنا مدقات، عندنا طرق بتدخلك بعد المزرعه عادي. اخر مزرعه في المشروع حضرتك ما عندناش مشكلة. عندنا بعض. طب بس هنتكلم نتكلم من شبكة المحمول. وعندكم شبكة محمول حضرتك؟ لا شبكة محمول. لا شبكة محمول دي اللي على طريق البويطي دي. الشبكة دي بتيجي وتروح، مش في كل المشروع. أنا عاوز ده مشروع دولة حضرتك. أنت عارف كلمة مشروع دولة يعني المفروض يكون مضغط من الاتصالات جميعا. طريق البويطي اللي بيودي على المشروع ويودي الواحات ده اسمه، أنا مسميه طريق الموت. وعلى بص من 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 سنة من سنة حضرتك لورا واخد 48 واحد. 48 واحد. 48 واحد بسبب رمل. ليه؟ فين محافظة المنيا؟ بسبب الرمل اللي عليه. مفيش عمليات. في صور حضرتك. ممكن احنا بس الزملاء في الاعداد يعرضوا لنا. بعد اذن احترام لك، فين محافظة المنيا؟ احنا تابع مين؟ احنا تابع مين؟ تابع محافظة المنيا ولا الواحات؟ احنا معانا صور. دي بعض الصور اللي معانا على الشاشه. دي انتوا دي الرمله اللي على الطريق. دي على الطريق بشكل مستمر. دي ما بتتنضفش غير لو كان في زياره رسميه. زياره. دو صور انتوا جايبينها الطريق او المشروع. دي مصورينها واحنا جايين. تخيل يبقى معاك عربيه دفع رباعي وماشي تتحسس الطريق علشان الطريق كله منحنيات. كله منحنيات وممكن تلاقي السفو في وشك ده باي طريق
في جبل معمول عليه مصدات، ما هي المصدات بتحجز يا فندم؟ بص الطريق المصدات حاجه ده المفروض ده المفروض يكون في عمليات يعني تطهير وتنظيف بسرعه، طريق زي او يشيلوا المصدات في مصدات 3000 واحد ليه المصدات كلهم بيمشوا عليه؟ ليه المصدات؟ زي المصدات هتحصل مشكله كبيره تقريبا. ايه المشكله اللي هتحصل عليه؟ كله هيتفل. طب ما هو الجزء اللي ما فيهوش مصدات مش عليه رمل. لا ما فيش، عشان حضرتك في مد وجزر في الرمل، طالما في مصدات الرمله بتلف وتركن تحت المصدات. بس ممكن هم لو كل شهر يعني اداره الطرق ولا كل يوم فين هم ده كل يوم فين يا فين هم حضرتك استاذ شعبان؟ هو الطريق ده تبع هل انتوا تبع اداره الطرق؟ تبع مين؟ تبع اداره الطرق. طب فين هم؟ فين هم؟ ده تبع الدوله يعني؟ اه ولا هم مودينا عشان نموت؟ احنا حضرتك يعني نتكلم بص بصراحه، هم مودينا للوتين. الطريق ده ما يعديش يوم ولا يوم اسبوع بالكثير الا ما في عربيه مقلوبه معانا وفي حد مات. وفي صور وممكن ابعتها لك حضرتك كل يوم، احنا بنعدي عليه كل يوم. المغرب احنا ما بنعديش الطريق ده خالص. من المغرب ما بنقدرش نطلع عليه. طب ليه؟ او بنعدي بس بنتشال. حضرتك قلت رقم صعب جدا. اه طبعا يا فندم. يعني 48 واحد ماتوا من وزاره الزراعه نفسها. من وزاره الزراعه نفسها؟ لا انا اعرف حادثه، اعرف حادثه. لا يا فندم اربعه. كل واحد يعمل مداخله الوقت وخليه يقول لي لا. اكتر من حادثه. اكتر من حادثه. اكتر من حادثه في وزاره الزراعه وحالات وفاه، واتحدى حد يقول حادثه واحده. يعني انتوا بتطالبوا دلوقتي ان يكون في عمليات متابعه بصوره مستمره لتطهير للطريق ده بطريقه ما او باخرى يعني، وان شاء الله احنا نكون في تواصل مع محافظه المنيا. يا ريت في التواصل ده كمان يعملوا لنا خط اتوبيس ينقل العماله، عندنا عماله بكثافه، احنا اكتر من 100 مزرعه شغاله. بتركب عربيه كشف بدل ما تركب عربيه كشف دلوقتي ويتعرض للخطر؟ لا، الاتوبيس بيوديهم الصبح مثلا، بيطلع خط سير من الساعه 6 الساعه 4 يرد. خدت بال حضرتك؟ من الساعة 6 الساعة 4 يرد في المشروع عادي، وباجري برضه اجري يعني. وحتى لو مش رمزي العماله تقدر، وحتى لو مش رمزي بس يبقى في امان، يتحملوه اصحاب المزارع، يبقى حضرتك في امان. بس احس انه البني ادم اللي في امان كده بالنسبه جماعي. للعامل يبقى تمام. انا عاوز اقول لحضرتك لو السيد الرئيس، وانتم ممكن لو تم توفير اتوبيس ممكن توفروا له الاجره الخاصه بالتوبيس. اه طبعا فهمتوا مثلا. طب انا كده باخد بعربيه كاصحاب مزارع. اه انا بودي بعربيه حضرتك، فانتوا تدفعوا مثلا 50% تتعاقدوا مع اتوبيس. ما عندناش مشكله، نتعاقد مع اتوبيس حضرتك، يدفع المشروع كله يدفع 100%، ايه المشكله؟ بس يبقى له محطه معينه وتوقيت معين بحيث ما يجريش ادور عليه فين ولا ميعاده امتى، لا اعرف فين وامتى. حتى خط سير واحد يعني، يطلع الساعه 6 يرد الساعه 4 او الساعه 5 خلاص. دي مشكله بالنسبه للطرق وبالنسبه لعمليه النقل. مشكله السماح بقى، انت اتكلمتي في حاجه مهمه جدا، في ان الزرع اقل حاجه علشان تاخدي انتاج منه محتاج له من 3 ل 5 سنين. ده الطبيعي بعد عن الخضر والفاكهه، لان الخضر والفاكهه صعب تتزرع في غرب المنيا. هو مش صعب، تمام؟ مفيش حاجة صعبة على ربنا أولا، ثم على العقل البشري. مفيش حاجة صعبة. التربة ليها علاج، الملوحة ليها علاج، الزراعات ليها علاج. لكن الطبيعة ما نقدرش نتحدى الطبيعة. ما نقدرش نتحدى الرياح ولا العواصف. ما نقدرش نتحدى عاصفة جت زي عاصفة التنين أخذت الأخضر واليابس. حتى وزارة الزراعة تضررت من الموضوع. طبعاً كل طبعاً دي الطبيعة يعني، ده في الصحراء دي الطبيعة. وإحنا مش معترضين على كده، بس اللي معترضين عليه في الوقت اللي إحنا بنتحدى حتى الطبيعة اللي خلقها ربنا، تيجي شركة الريف المصري تحط علي أعباء فوايد على سنوات السماح ليه؟ هو أنا شارية الأرض من البنك ولا من الدولة يا هندسة؟ ما يجيليش حد من الريف المصري يسأل عليا. إحنا نقطة نقطة. لا نقطة بس، إحنا معانا الأستاذ صابر من الوفية. أستاذ صابر السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. شبك شعبان، ربنا يخليك يا رب، اتفضل. لو سمعت يا بيه، احنا واخدين ارض المغرى وكنا في زياره قريب، والعيشه صعب جدا، مفيش طرق هناك، والارض ملوحه عاليه، مش عارفين نزرع ايه. يعني مش لاقيين راجل مستشير هناك من مركز البحوث الصحراء او اي استشاره، شوف هنزرع ايه، لان الزيتون عمره طويل، يقعد 5 6 سنين، ومصدات 5 6 سنين، وبعد سنه مطلوب مننا اقساط. انت هندفع ازاي؟ وهنزرع ازاي؟ وهنعيش ازاي؟ وهناكل ازاي؟ وهنوصل هناك ازاي؟ والطرق متدمره، بيعملوا رمل باسمنت، والطرق لغايه ما بتنعمل بتمشي على جبهه واثنين وثلاثه، الطرق بتنتهي تاني. طب هل يا استاذ صابر انت لجأت لشركه الريف المصري؟ يعني شايف انهم والله يعني كانوا بينزلوا منزلين صور انهم عاملين ندوات للمزارعين او المنتفعين في عاملينها في برج العرب يا فندم. لا يعني مش في المشروع، في فندق مكيف، مش في المشروع، ما يروحوا يعملوها في المشروع. والمنطقه اللي هي الخدميه ما تعرفش توصل لها لو معاك واحد مريض
رايح المستشفى او رايح المنطقه الخدميه يتعب جدا عشان يوصل. مفيش طرق نهائي. احنا بنوجه رساله يعني للمهندس او يعني بعيد عن المنطقه الخدميه جدا، لازم يكون منطقه خدميه ثانيه جوه عند طريق البترول، وفتره السماح لازم تتمد مش من اكثر 15 سنين برضه زي ما الساده بيقولوا قدامك، لان العيشه صعبه في المغرى لها معامله خاصه. والارض اسعار عاليه برضه بظروف الميه اللي هناك، اللي هي تتزرع زيتون بس. بشكر حضرتك جدا استاذ صابر من المنوفيه، تقريبا هي يعني نفس المطالب. حتى في المغرى بتتشابه يعني بصوره كبيره مع مطالبكم في غرب المدينه، وكان الوضع في عندكم افضل شويه بكتير. حتى يعني ولو كان الوضع عندنا افضل حالا، احنا عندنا مجموعه مطالب مسمينها المطالب الخمسه يتفق عليها اهل المغرى واهل المنيا. تمام، مطالبنا الخمسه هي: واحد، زياده مده السماح لخمس سنوات بدون فايده، علشان احنا مش شارين من بنك، احنا واخدين ارض دولة عشان نستثمر في الدولة عشان نعمل تنمية، وشركة الريف المصري اسمها شركة تنمية الريف المصري، ما اسمهاش شركة تسويق اراضي الدولة. لو اسمها شركة تسويق اراضي الدولة واعلنت كده في السجل التجاري احنا مش هنطالبها بحاجة. لكن اسمها المعلن شركة تنمية الريف المصري الجديد. اين التنمية؟ اين دور شركة الريف المصري من التنمية؟ اين دور شركة الريف المصري من التطوير؟ حضرتك بتقول شركة الريف المصري عاملة ندوات للمنتفعين، عاملها في فندق مكيف في برج العرب. ايه اللي جاب برج العرب؟ ايه اللي جاب برج العرب للمغرى لغرب جنوب جنوب العالمين؟ انا حضرتك وقت ما شفناش حد. ايه اللي جاب الفندق المكيف؟ طب ما تعملوها. مش شركة الريف المصري اعلنت من سنة انه تم انشاء منطقة خدمية على اعلى مستوى، ما عملتش الندوة بتاعتها ليه في مبنى الريف المصري داخل المنطقة الخدمية؟ ده اول نقطة، مد فترة السماح. واحنا مش معترضين نروح نحضر في الجبل، لكن معترضين نروح نحضر في برج العرب. واللي هيروحوا يحضروا في برج العرب ما هم الا رايحين يتفسحوا. انما اللي في الارض ده اول حاجة. انا انت شايف لون بشرتي؟ انا لو مش جاية أطالب مطالبي قبل مطالب الناس ومطالب الناس قبل مطالبي، ما كنتش هسيب الموقع واجيلك. فعلا. تمام؟ طب احنا معانا هواري من المنيا، وكملي يعني انت كده باقي أربع مطالب. أنا أخدت كده أول مطلب. أستاذ هواري، أستاذ هواري من أسيوط، أستاذ هواري. حاجة هواري أهلا بحضرتك. حاجة هواري. ألو، السلام عليكم. اتفضل يا حاجة هواري، اتفضل. ازيك يا استاذ شعبان، ازي صحتك؟ ربنا يخليك يا رب، اتفضل يا فندم. حضرتك، احنا من المنتفعين غرب المنيا ومن اوائل الزراعه احنا هناك. تمام. ان شاء الله المشروع ده مشروع قومي ولا مشروع هو ده استاذ شعبان؟ ده المفروض ده مشروع قومي بخصوص الدوله. هو ليه بياخدوا اصلا فوايد؟ حضرتك كنا بنتكلم في النقطه دي يا استاذ هواري. يعني احنا كفايه ندفع ثمن ان نعم يا استاذ شعبان، هو المفروض ده يبقى بدون فوات خالص ويمد فتره السماح هناك بصراحه. انت يا حاج هواري، يا حاج هواري، انت هل انت زرعت في يعني في المنيا ولا لسه؟ زي من اول المزرعه في المنيا، وبدا زراعه، زرع من اول بدا مزرعة. بشكل نموذجي، بادئ مزرعة نموذجية. الحاج هواري من أشهر وأنشط الناس في مشروع غرب المنيا، وبادئ بمزرعة نموذجية، وما استناش إرشاد جايب إرشاده الخاص، وما استناش تمويل جايب تمويله الخاص. أيوة معاك يا حاج هواري، ما سمعيني. ومع ذلك بيطالب بنفس مطلبنا. اتفضل كمل، تكمل يا حاج هواري. حضرتك ده مشروع قومي ولا مشروع إيه؟ مشروع قومي. المشروع ده أصلاً مشروع الري. المفروض الريس بصراحة يهتم بينا، وشركة الريف المصري اهتم بينا شوية. احنا هناك بنعاني من الطريق الرئيسي بتاع البويطي بداري مزار ده كل يوم. اسمه طريق الموت يا حاج هواري، اسمه طريق الموت. احنا مسمينه طريق الموت. طريق الموت. وبعدين احنا المفروض يعمل لنا يعني حاجة تدعم المزارعين والعمال المزارعين. زي ايه؟ زي ايه يا حاج هواري؟ يعني بدعم زي مخبز. ليه ما يبقاش مخبز مدعم؟ يعني عشان احنا نروح نجيب عيش من بني مزار ندب مثلا 100 كيلو عشان نجيب ب 10 جنيه عيش نصرف 500 جنيه. فلازم احنا هيكل. يعني يكون. وبعدين ما فيش ولا مهندس ارشادي من وزاره الزراعه، وعملنا المخبز الخاص ما مش لاقيين صنايعي يقيم فيه لوزاره الزراعه للمشروع نفسه. احنا محتاجين مكتب ارشادي. ما في والمزرعه هناك يا حاج ايه ظروفها؟ مكتب فعال يا حاج هواري. نعم، مكتب فعال.
على ارض الواقع، مكتب فعال مش مكتب الريف المصري، واخدينه بإنارة بس بالليل، احنا ما بنشوفش حد فيه غير النور منور بس بالليل. مكتب الريف المصري جايبين اثنين غفر، عايزين اثنين غفر، انا ما بشوفش حد فيه قافلين عليهم بس. انا بشكر بشكر حضرتك يا حاج هوار، وان شاء الله باذن الله يكون لنا زياره لواحد من اقدم الناس في منطقه المنيا. شكرا جزيلا لك يا حاج هوار. باقي المطالب احنا قلنا مطلب واحد، المطلب الثاني يترتب على المطلب الاول زياده سنوات السداد، سداد الاقساط ل 15 سنه، يضيفهم على الخمس سنين سماح بدون فايده. يعني بعد ما ينتهي السماح بدون فايده. فتره فتره سداد الاقساط قد ايه دلوقتي؟ 12 بالسماح، 9 و3، احنا عايزينهم 5 و10 وبدون فايده، وكلنا هنركز على بدون فايده دي، يا اما ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين اعتصام وامتناع عن الدفع، علشان احنا شربنا الامرين في المشروع من المغرى للمنيا لكل مناطقه، يمكن علشان الفرافره وتشكى اقليه فصوتهم مش ظاهر. كملي. المطلب الثالث استكمال البنية التحتية للمغرى والغرب غرب المنيا، وانا بقدم المغرى على المنيا لانه المغرى اتسجلت واتباعت قبل المنيا، وهي تاني اكبر، ظروفها هناك ظروفهم هناك اصعب بكتير، وتاني اكبر منطقة. عايزين مدقات امنة، احنا ما طلبناش يعني حاجة سحر، ده احنا بنقول مدقات امنة، مش مدق العربية تمشي عليه فرول ورا. احنا طالبين شبكة محمول علشان نعرف نتواصل، لو لا قدر الله حد حصل له حاجة نقدر نسعفه، ده احنا عندنا مستشفى اتبنت واتصرف عليها، وقفلنها. ده سمعت من المقاول، سمعت من المقاول انه اللي اتصرف غرب غرب اللي اتصرف على المستشفى 11 مليون جنيه في عمل مستشفى في المعمولة، اتعمل واحدة صحية واتسلمت لوزارة الصحة في منطقة الخدمية في غرب غرب المنيا، بعد ايه هندسة واتسلمت يا هندسة بعد اذنك. الطريق بعد اذنك، الطريق اللي معمول دلوقتي طريق الخدمات اتعمل بعد المباني، ما فهيبقى اعلى من المباني، فهيردم المباني. عموما دي فين حضرتك ده كله فين؟ احنا وجماليه مالناش دعوه بيها، احنا بنتكلم في مطالب الناس، في مطالب الناس، مطالب الناس. انا عندي واحده صحيه اتسلمت لوزاره الصحه، يا وزاره الصحه يا وزاره الصحه لو ما تقدريش تديري الوحده الصحيه نشدي المنتفعين، احنا بيننا الاطباء وبيننا الصيادله وبيننا الممرضين، وهنقول لك متشكرين، احنا هنستلمها ونشغلها تشغيل ذاتي متطوعين. دي مناشده لوزاره الصحه لانها استلمت الوحده الصحيه من اكتر من شهرين، وحتى تاريخه مفيش حد رافض، مفيش دكاتره قبل ان هي تقعد لا احنا قابلين، احنا بيننا الدكاتره وبيننا الصيادله وبيننا الممرضين وبيننا العاملين من اول الساعي للتمرجي للممرض للحكيم للطبيب لمدير المستشفى، عندنا كل الكفاءات دي في المشروع نفسه منتفعين. دول كده اتنين مطلب، باقي مطلبين، باقي ثلاثة تانيين. دول ثلاث مطالب، احنا في المطلب الرابع تفعيل قانون 152 لسنة 2020 الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ليه؟ احنا عندنا عقد مجحف بيننا وبين شركة الريف المصري، فيه خمس بنود تحديدا، لا يقبل لا يقبل لا يقبل لا يقبل التمويل، لا يقبل الاقراض، لا يقبل الاقتراض. هم انت مديني ارض ليه؟ مديني ارض على مدفع ثمنها، انا فلست قبل مزرعها، انا فلست ومديونة قبل مزرعها، وحطيت لي خمس بنود كل ما نروح. ما ينفعش انتوا تاخدوا تمويل او قرض من بنك على ارضكم. ما ينفعش يا فندم، ما ينفعش. العقد والارض غير ضامن لاي شيء، غير ضامن. ما تعطيني الارض ليه؟ يعني بص شفت انت الختم بتاع مرفوض؟ احنا عندنا ختم مرفوض، خمس بنود في عقد تنميه الريف المصري بيرفض اي تمويل، لازم تلف وتروح بطرق ملتويه ان شاء الله يشيل شعرك. بضمان شخص، بضمانات شخصيه، ضمان الشركه شخص، وتيجي جت مبادره 5%. ايه؟ اتحدى شركه تنميه الريف المصري والبنوك والبنك المركزي يقولوا لي انه في حد من مشروع المليون ونص مليون فدان بالضمان الشخصي، بس انه من مشروع المليون ونص مليون فدان حتى ولو بالضمان الشخصي استفاد من مبادرة الرئيس اللي هي 5% متناقصة. مفيش كله مفيش، ده كده بنود العقد بتقول لي مفيش تمويل. يعني بص، الريف المصري اداني ارض مشكورة يا دولة، اداني بير مشكورة يا دولة، عشان اشغل مية من البير محتاجة مليون ونص. تمام، تحياتي يا دولة كده علشان بس اشغل البير،
نخش بقى على تأسيس المزرعة والزراعة. عايزة 2-3 مليون عشان أبدأ على قدي. ما هي عزبة. ما هو ربط. انتوا مجموعة كبيرة مع بعض. لا بس حضرتك لا لا لا. وفي أصبح المجموعات الكبيرة عائق وليست حل. يا فندم يا أستاذ شعبان. أصبحوا بيعجزوا بعض. في حاجة تاني، أنت ربطتني كده بجميع الشركاء. في الشركة. ليه؟ في واحد مش عاوز يزرع. ظروفه ما تسمحش. ما تسمحش. وقفني. ليه طيب؟ لا ده بند ده شوفوا له شوفوا اي حل في حضرتك. طب احنا معانا طلعت من المنيا. استاذ طلعت اهلا وسهلا بيك. اهلا يا فندم اتفضل. طلعت عبد العليم من منتفعه المغرى. اهلا بيك. اهلا بيك يا حاج طلعت. اللي معاكم في المذاكره دلوقتي. اتفضل. يا فندم اتفضل. ايوه سوري. انا برحب الاول بالاستاذ شعبان. اهلا بيك. والمدام عبير. استاذ اهلا بيك. اهلا بيك حاج مدام عبير دي معانا من 5 سنين. هي كانت الشراره الاولى وهي اللي شجعتنا نروح المغرى. هي لبستكم في المغرى يا حاج طلعت. هي خلعت مننا راحت غرب المنيا. يا ترى طلع عليها الوادي. ليه الشرف يا استاذي؟ اتفضل. ما علينا خليكم معايا. احنا بقى لنا 5 سنين في النظام في الاداره القديمه. اداره الريف المصري القديمه. والخمس سنين كان كلهم وعود وكلام وسلام. مفيش حاجه اتحققت فيهم. الناس منتظره الاداره الجديده. الاداره الجديده ما عندهاش عصا سحريه ولا فانوس علاء الدين ولا يعني هتعمل ايه في ارض زي ديت؟ نسبه الملوحه من 2000 ل 8000 يعني هو هيعمل ايه جديد؟ الارض دي يا جماعه وزاره الري لما حفرت الابار من سنين وحللوا الملوحه اللي هو من 2000 ل 8000 رفضت وزاره الزراعه تستلمها. قالت الارض لا تصلح. رفضت. لكن هي المشكله مش في الزراعه، لان يعني انت تقدر كمزارع تزرع الارض دي بمحاصيل كتير ممكن تستحمل درجه الملوحه، لكن المشكله ممكن تكون في التسهيلات اللي انتم محتاجينها. خليك معايا بس والله في كتير من الخدمات اللي انتم محتاجينها، لكن كده انت نفيت فكره الاستثمار اصلا في الارض دي. اسمعني بس للاسف، اسمعني للاسف. الناس اللي تابعونا منهم المستشار عبد العاطي صالحه قال في برنامجك انا انصرف 5 مليون لغايه دلوقتي ومفيش نتيجه. الصفاء في ليفل صرفه 7 8 مليون مفيش نتيجه. انا ما معيش 200,000 اصرفهم. أنا كواحد من مجموعة 22 أنا معيش 200,000 أصرف عشان أزرع. معلش الأرض ديت هي غير صالحة للزراعة أنا عارف. ولزقوها للريف المصري والريف المصري قال لك ده مشروع قومي. أنا ما سمعتش مرة مسؤول بيجيب سيرة المغرى ديت. ما سمعتش مسؤول بيقول الريف المصري. ما سمعتش حد عمل زيارة ولا المحافظ. احنا هنقعد نضحك على روحنا يا استاذ شعبان. كلام اللي بنقوله يا استاذ شعبان. لا جامل. مش هنضحك على روحنا. ده للرئيس السيسي. ده مشروعك القومي. وتسوى على اسمك. لازم تشوف بس ولادك. هو في ناس اللي اعرف ان انا في ناس في المغرى زرع. وفي ناس شغاله في المغرى. في ناس كتير زرع. طيب. انت كده انت بتنفي يا حاج طلعت. انت كده بتسود الدنيا وتحسسني ان مفيش بني ادم هناك شغال ولا بيزرع. وبتنفي فكرة الزراعة أصلا في الأرض. فأنت كده بتدمر فكرة إن في استثمار هناك. فأنت إزاي في ناس بتستثمر هناك؟ أنا معاك إنك أنت ليك مطالب وفي تحديات قدامك، لكن ما تقولش إن الأراضي غير صالحة وإنك أنت دي يعني أنت كده بتنفي الفكرة دي. أنا فاضل لي بس إيه دقيقة واحدة دقيقة واحدة وأخلص وهسمعك. أنا قاعد للبرنامج بتاعك. اتفضل. أنا بفضل البرنامج بتاعك من زمان من قبل أنت ما تيجي. أنا بقعد له. اتفضل. اسمعني بقى. الناس اللي زرعت الناس زرعت في المغرى. طب ايه العائد؟ كلهم بيشتكوا ان خساره جت السيول بوظت لهم الدنيا والرياح غيرت الطاقه الشمسيه والالواح الشمسيه وكلهم بالخساره. هو في زرع بس ينفع بالخساره؟ لا اكيد طبعا. معلش يعني. طب يا حاجه طلعت يعني حاجه طلعت انا عاوزك تلخص لي بس حضرتك محتاج ايه علشان الوقت؟ يعني محتاج ايه من الجهات المسؤوله سواء الريف المصري سواء وزاره الزراعه سواء وزاره الري سواء المراكز البحثيه؟ طب انا هقول لحضرتك في نقاط بس محدده. هقول لك محدده. معلش انا قلت اللي في قلبي. خلاص قول يا باشا اللي في قلبك. انا قلت اللي في قلبي واللي تعبني. انا بقالك قول خد راحتك.
انا قدمت في المشروع ده، اسمعني بس، انا اسمعني، سمعت الراجل السيسي بيعمل مشروعاته للاجيال اللي جايه، للاولاد والاحفاد. انا قدمت في المشروع ده، انا عندي 70 سنه بقى، عندي 75 سنه عشان اعمل لاحفاد. سمعت كلام الرئيس بقى، انا على دماغ الرئيس بقى، انا بصدقه، انا بصدقه، فانا مجروح موضوع لسه عايش ايه على ما يصلحوا لي الارض. الاداره الجديده عاوزه 5 سنين كمان. المهم خد ده، لازم اي فايده على 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 مد على المهله او على الاقساط، مفيش حاجه اسمها فايده. انا عاوز اقول لك مفيش حاجه اسمها اقساط كفايه الفلوس اللي خدوها المليون 35000. انا عاوز اقول كده بس، مش في عقد، مش في عقد يا حاج طلعت. يعني انت ما قريتش بنود العقد كويس قبل ما تاخد وتمضي على العقد؟ ما احنا قرينا بنود العقد امتى يا استاذ شعبان؟ قريناها امتى؟ احنا كنا فرحانين بالارض يا استاذ شعبان، كنا فرحانين اول مره، اول مره الجوله بتاعتنا، احنا كنا فرحانين بالارض يا استاذ شعبان. وحتى لو حطينا من سنه كامل الشعبان، من سنه كامل الدوله ما عطتش عقد. النبي اسمعوني، اتفضل اسمعوني، ما خلص، اتفضل يا عمده، اتفضل. ايوه شوف، احنا هم اعلنوا الضرايب، رحنا كان في المغرى 3500 كراسه، الناس شاروهم الواحده ب 5000 جنيه. رحنا القرعه في نادي حرس الحدود، لقيناهم 250 قطعه بس. يعني 250 كراسه كسبوا و 3250 رجعوا زعلانين، بس ده دول ربنا كرمهم ان هم ما طلعوش. ان هم رجعوا. ربنا كرمهم. لا شفنا رجعوا تاني، وقفوا الفخ يا حاج في الارض المطروحه بدون قطعه. يا مدام ام انس استني شويه. حاضر. لا شفنا ارض ولا شفنا عقد ولا شفنا ورق، ده احنا كنا بنروح نقول ورونا العقد، طب ورونا التقرير بتاع البير، يقول لك اما تدفع الاول، اما تاسس الشركه الاول، اما لغايه ما دبسونا في الدفع في 5%، ودبسنا خلاص، لبسنا في الحيطه. انا بشكر حضرتك جدا يا حاج طلعت، يعني انا سبت حضرتك قلت اللي حضرتك نفسك فيه، وان شاء الله باذن الله يعني يكون الاداره الجديده للريف المصري، يعني نتفائل ويكون في خطوه كويسه من الاداره الجديده، ويكون في نزول للناس في على الارض سواء في المغرى او غرب وغرب المنيا، وحلوا مشاكلهم. في مطلب اخير، في خامس مطلب تقريبا، في خامس مطلب، تكوين او تسهيل تكوين الجمعيات التعاونيه الزراعيه متعدده الأغراض. تسهيل والسماح بالجمعيات، دي نقطة مهمة جدا. وفي نقطة تانية كان أثارها الحاج طلعت في مكالمته، سيادة الرئيس بينزل بعد صلاة الفجر بيزور الإنشاءات والمنشآت والطرق والكباري، هل مشروعات التنمية الزراعية التنمية المستدامة المم اللي هتأكل الشعب ده كله اللي هيمشي على الطرق والكباري ما تستاهلش زيارة علشان المسؤولين ياخدوا بالهم ان هنا في مشروع دولة؟ هل المشروع ما يستاهلش زيارة؟ يستاهل طبعا. عدى 5 سنين على طرح المشروع ومفيش، ومحدش جانا حضرتك، ومفيش فيش حد يعني هل هم خايفين على الكراسي؟ احنا نتمنى من الريف المصري يعني رئيس الشركه الجديد، احنا على فكره احنا عاوزين رئيس الشركه الجديد اللي هو عمرو ينزل، ينزل لكم يقعد معاكم يا سامي، مش بنطلب مؤقتا. احنا معانا الاستاذ مجدي وصفي، هو المفروض كان يكون معانا في الهواء لكن الحقيقه كان في مشكله فيها الطريق واتاخر. استاذ مجدي، استاذ مجدي معانا؟ ايوه. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ مجدي، اتفضل يا فندم. ايوه معاك، مع حضرتك مجدي. اتفضل يا استاذ مجدي، حضرتك المفروض تكون معانا لكن حضرتك كان فيه مشكله في الطريق. للاسف اخرني ويعني ظروف الطريق هي اللي اخرت البلاد. معلش، اتفضل يا فندم، يعني حضرتك احد المنتفعين في المغرى و في المنيا، في غرب غرب المنيا، يعني الوضع وتعليق الكلام اللي كنت عاوز جاي علشانه، كنت هتقول ايه؟ ان احنا محتاجين صف، يعني مد ان الاقساط تتمد شويه، وسرعه استجابه الدوله للمنطقه، حيث ان الدوله بتعول على انها منطقه هتكون عاصمه مصر الزراعيه، يبقى المفروض يكون في اهتمام بيها اكتر من كده. لان مثلا مع حضرتك يا استاذ مجدي، اتفضل يا فندم. احنا الطريق عندنا قاعد 30. ال الشركه
في مشكله في الشبكه يا استاذ مجدي، لو حضرتك بس تتحرك يعني حتى فيها شبكه معلش. اتعاملوا انتوا بقى. ماشي. لا المفروض احنا والدوله وكل الناس ايد واحده لتشغيل الارض ديت وزراعتها ولافاده المجتمع بيها. انا الحقيقه بشكر حضرتك جدا استاذ مجدي، وان شاء الله يكون لينا زياره في المغرب في المنيا ونلتقي بحضرتك هناك. شكرا جزيلا لحضرتك. كلمه اخيره يا باشمهندس علشان الوقت. يا فندم حضرتك موضوع اللي قالته الباشمهندس عبير، موضوع الجامعات ده بنأكد عليه ضروري. تسهيل تسهيل اوراق، مش يديني ورقه نطلع على وزاره الزراعه، وزاره الزراعه تطلعنا على الجمعيه والجمعيات. انا عاوز تسهيل حضرتك. ملف الجمعيه يبقى يخص الريف المصري، يدوه لي نطلع بيه. وصلت حضرتك. استاذ عبير دي ثواني بس لان الوقت انتهى. انا عندي امانه حملها عن جاري وصديقي الاستاذ عمر عثمان ده من الابطال متحدي الاعاقه، مدرس اول ومقيم بالموقع وعامل مزرعه انتاج حيواني وعامل مزرعه تين وزيتون ومجتهد جدا جدا جدا. فالرساله بتقول للناس اللي استلمت وتعاقدت وما نزلتش ارضها، بيقول لهم انتوا بتضروني وبتضروا امثالي، علشان لما تنزل انت في اخر شهر في الثلاث سنين تزرع الستين في المية، هتبقى انت دست عليا في الثلاث سنين اللي فاتت وانا بكافح الرياح وانا بكافح الظروف. فبيقول له تعالى يعني. تعالى جنبي اسندني علشان نسند بعض، علشان نطلع مع بعض. ودي رسالة وامانة من استاذ عمر عثمان، فبقولها لشركة التنمية. ياريت الأستاذ عمر عثمان كمان إن شاء الله يكون معنا، يعني نموذج زي كده لازم يكون معنا في البرنامج إن شاء الله. والرسالة قال لي إن أنا أوجهها لشركة تنمية الريف المصري، زي ما حط شروط مجحفة في العقد، هو من وجهة نظره الشرط ده كمان مجحف، إن هو بيدي براح للمتساهلين ثلاث سنين إن هم يفضلوا برا. لا، هو عايز اللي يتعاقد ينزل كتفه كتفه ويشتغل. بيقول لشركة ريف المصري لو حاولي تاخدي خطوة في ما نفعتناش حاولي ما تضرناش. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا استاذ عصام. احنا معانا مداخلة من المنيا ودي اخر مداخلة معانا. استاذ حسن من المنيا. السلام عليكم. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. ازيك يا شعبان؟ ربنا يخليك ويكرمك يا رب. عايز بس الاول اهني الباشمهندس عصام والمهندس عبير. يا اهلا وسهلا فيك. على مجهوداتهم، وانا على فكره غير منتفع، ولكن كان ليا زياره عندهم في المزرعه. اتفضل. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا يا استاذ حسن، شكرا ليك. فعلا الشكوى اللي بيتكلم فيها الاستاذ عصام والمهندس عبير فعلا الطريق، انا كنت رايح هناك عشان اتشجع واشوف الدنيا في ايه، خفت فعلا من الطريق يا باشمهندس. الحقيقه احنا اتكلمنا في موضوع الطريق ونشدنا شركه من خارج من بره المنتفعين المصري غير المنتفعين، كان رايح يشوف المشروع علشان يلحق بركب المنتفعين. شكرا استاذ حسن من المنيا. شكرا استاذ عبير. شكرا شكرا جزيلا لكم مشاهدينا. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معنا تقرير مهم جدا ان شاء الله من مركز مطوبس كفر الشيخ. شاب يهوى تربيه الحمام من حوالي اكثر من 10 سنين او 12 سنه، وساعده محلول بايو فاكتور في زيادة إنتاج الحمام عنده، خاصة الحمام اللي بيطير لمسافات طويلة وبيدخل سباقات طويلة تعدي 1000 كيلو متر. هنطلع نشوف التقرير ودور منتج بايو فاكتور في دعم هذا المربي للحمام، وإن شاء الله انتظرونا الخميس المقبل 9 مساء، ومعكم شعبان بلال.